ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شريك حياتي، وأهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد. اللي لسه بيشوفني لأول مرة أهلا بيك معنا في القناة، وأتمنى تكمل الفيديو للنهاية علشان تعرف طبيعة هدف قناة شريك حياتي وتعرف مواصفات عروستنا النهاردة. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق رصين في الحلال من غير مقابل. كل اللي عليك فقط إنك بتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب في التعليق مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وضروري تفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج. بتكتب لنا في التعليق مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية، ودايما بنأكد على المبدأ ده لان دي بتكون بداية التعارف ما بين الطرفين، فلابد ان هي تكون قائمة على اساس من الصدق والجدية والأمانة. قناة شريك حياتي بيوصل لها طلبات زواج وطلبات تعارف بقصد الزواج من جميع انحاء العالم، من مقيمين ومن مغتربين، جميع الجنسيات وجميع الأديان وجميع الحالات الاجتماعية، من مطلقات وأرامل وعزبات وجميع المستويات الاجتماعية والمستويات المادية. كذلك بيوصل لنا طلبات زواج وطلبات تعارف بقصد الزواج من جميع المراحل العمرية، وسيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية، وطلبات زواج لسيدات بيرغبن في الزواج ويقبلن بزواج التعدد، وطلبات زواج لسيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن وعمل للزوج. فإذا كنت بتبحث عن الزواج المسيار أو زواج شرعي معلن أو زواج التعدد، يبقى مكانك معنا في القناة. كل اللي عليك بس إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب في التعليق مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. النهاردة أنا معايا طلب زواج لسيدة أعمال مصرية بتبلغ من العمر 50 عام، مطلقة وليس لديها أطفال، وبتطلب زواج مسيار، وقد يصبح زواج شرعي معلن بحسن العشرة بينها وبين الزوج. هي طولها 166 سنتي، ووزنها 77 كيلو، بيضاء البشرة غير محجبة، وشعرها بني وداكن طويل وناعم لأسفل الظهر، وعيونها عسلية. بتقول في الرسالة: أنا جميلة جدا ومتوسطة الجسم، الحمد لله صادقة وعاقلة ومتفتحة وسيدة أعمال ناجحة والحمد لله، حنونة ومتواضعة جدا وأحب البساطة، هوايتي السفر وتربية الحيوانات، شخصيتي ناضجة وطيبة وخلوقة، وخبراتي في الحياة كبيرة وكثيرة، وهي من تفيدني في حياتي العملية والحكم في الأشخاص على الأشخاص في الحياة الخاصة. أنا الحمد لله رومانسية جدا، وقد أكون مجنونة بعض الشيء مع من أحب، ومجنونة في الرومانسية، ولدي ميول خاصة جدا في الرومانسية، صادقة في كلامي وراقية ووافية بالوعود، صريحة ولكني لا أجرح أحد ولا أجامل أحد، وأحب الصراحة وأحب الشخص الدغري وصاحب الطاقة الإيجابية. أريد الزواج المسيار، وقد يصبح زواج شرعي معلن بحسن العشرة بيني وبينه، رجل محترم وصاحب أخلاق من أي جنسية أيا كانت، لا يفرق معايا عمره ولا مستواه الاجتماعي ولا مستواه المادي، وبيفرق معايا فقط أن يكون رجل محترم وصاحب أخلاق، يكون لي زوج وأب وحبيب وعشيق وكل شيء في حياتي، يكون طيب وحنون وشخص جاد وصادق وغيور جدا، فأنا أعشق الرجل الغيور. الشكل بالنسبة لي غير مهم، يعني يكون مقبول الشكل، إذا كان شخص راجح وصاحب عقل ناضج وذكي ومثقف سوف يساعدني في إدارة أعمالي كلها. شخص يكون عنده سرعة بديهة ولا يستطيع أحد أن يستغله أبدا، يكون من نوعية الأشخاص الذين لديهم الخبرة في الحكم على الناس من خلال الكلام معهم وبسرعة، لأن هذا بيفيدنا في عملنا، لأن لو لم يكن الشخص لديه خبرة في الحكم على الأشخاص نتعرض لكثير وكثير من المشاكل والنصب في إدارة شركتنا. أنا أحب الإنسان الدغري الذي لا يعرف المجاملات في الحياة العملية، ولكنه في الحياة الخاصة يكون ذو إحساس عالي وجاد وصادق ويحب الأجواء والجو الرومانسي. أنا أحب أن يكون لديه
بركان من الرومانسية، مثل ما أنا لدي بركان من الرومانسية، وينتظر الانفجار مع زوجي الحبيب الذي أنتظره. إذا كنت بترى في نفسك أنني زوجة مناسبة ليك وأنت الزوج الذي أنتظره، رجاء اترك لي تعليق وسوف أتواصل معك. أتمنى لها التوفيق إن شاء الله، أن ربنا يرزقها بالزوج الصالح زي ما هي طلبت. اكتب في التعليق لو هي دي الزوجة المناسبة لمواصفات الزوجة اللي انت بتحلم بيها، اكتب لنا في التعليق وهي صاحبة طلب الزواج اللي هتدخل في التعليق للشخص اللي شايفاه مناسب ليها، وهتكتب له في التعليق ويتواصلوا مع بعض. لكن لو هي مواصفاتها مختلفة عن مواصفات شريكة حياتك، يبقى اكتب في التعليق مواصفاتك كاملة ومواصفات شريكة حياتك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج، وان شاء الله يكون نصيبكم من خلال القناة عندنا. اتمنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج وعن التعارف بقصد الزواج. اشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية، لكم مني كل التقدير والحب والاحترام، والسلام عليكم.